بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم والحلقة الرابعة من برنامج حازم في البرلمان. الحلقة الرابعة هي آخر حلقة في برنامج حازم في البرلمان، وأنا في رأيي إن دي أهم حلقة. ليه أهم حلقة؟ لأن إحنا محتاجين نعرف لو إحنا خلاص قررنا إن إحنا ننتخب إزاي هنعرف آليات الانتخاب. خليني أقول لكم الخلاصة اللي أنا طلعت بيها من 3 حلقات اللي فاتوا. الخلاصة هتتلخص في عبارة واحدة بس. أنت حضرتك بتختار فكر مش بتختار شخص. ودايما كان بيتبادر لذهني سؤال، هو ليه الانتخابات المره دي اتعملت بشكل مختلف بنطاق جغرافي اوسع؟ دايما كنا عارفين الانتخابات بتتم في دوائر، والدوائر بتبقى صغيره، يعني تاخد حي 2 3 وتنتخب فيهم. لما ابتديت المره دي ابحث في انتخابات مجلس الشيوخ لقيتها معموله على نطاق اوسع. يعني مثلا تلاقي الانتخابات على محافظه القاهره، انتخابات على محافظه الجيزه، انتخابات على محافظه الالوبيه وهكذا. ما كانتش ليه اجابه. لما ابتديت اتحاور مع ضيفي، الاجابه جات لي الحلقه اللي فاتت، ان احنا بننتخب فكر وليس شخص. وعشان كده خلينا نخش في الفكر على طول، ونرحب بالاستاذ حازم فتحي مرعي. استاذ حازم ازيك؟ اخبارك؟ عايز اقول لك كانت رحله شيقه معاك. طبعا كانت ممتازه بصراحه. عارف انا نجاح البرنامج حصل المره اللي فاتت في ايه؟ فلما قلت لي انا عايز اشتغل مذيع، وانا قلت لك انا عايز اخش الانتخابات، كده الهدف الاساسي من البرنامج تم. نبدل الكراسي. نبدل الكراسي. استاذ حازم فتحي مرعي، مرشح حزب حماه الوطن عن محافظه القاهره مجلس الشيوخ عام 2020، رمز الماسه رقم 62. احنا اشترينا فكر وليس شخص. استاذ حازم يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ حازم. انا بعتبر الحلقه الرابعه دي اهم حلقه. طبعا كويس قوي. انا ممكن اكون اشتريت فكر وتمام التمام، بس ما رحتش انتخب، يبقى كاننا ما عملناش حاجه خالص. عايزين النهارده وبالراحه وبهدوء نعرف ازاي الساده المشاهدين، ازاي الاليات او الخطوات اللي تتم عشان يروحوا ينتخبوا. ولكن قبل كده افتكرت دلوقتي ان انت في الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن الحكومه الالكترونيه او الانتخابات الالكترونيه، صح كده؟ بالظبط، مش الانتخابات الالكترونيه. الحكومه بشكل عام. تمام. الحكومه الالكترونيه. هايل. عايزين بقى نخش في موضوع التفصيل شويه. كويس. ونعرف التفاصيل. كانت اهم حاجه تشغلني في موضوع الحكومه الالكترونيه ان يعني يتم القضاء على الرشاوي والمحسوبيه. تمام. يعني ايه الحكومه الالكترونيه؟ يعني وانا قاعد في مكاني، في مكتبي، في شركتي، في بيتي، بقدر اعمل مستخرج رسمي للبطاقه الشخصيه. تمام. اعرف اعمل رخصه قياده، اعرف اعمل جواز سفر، اعرف اعمل توكيل خاص. تمام. بمعنى انا بهتم قوي بكرامه المواطن. اعتقد ده كمان الترند في كل دول العالم. فندم احنا عشان على المستوى برضو، انا هقول كلمه قلتها في حلقه من الحلقات، بربط كل المواضيع بتاعتي بالاحداث اليوميه اللي بنمر بيها جميعا. يعني بنعمل التوكيلات للمناديب بتاعتنا لان عناء شديد جدا، فعشان اعمل توكيل ممكن يوم يروح، عشان اعمل رخصه سياره لازم يوم يروح. صح. فالوقت اصبح مهم جدا. الوقت النهارده استغله في حاجه مفيده. هايل. رقم واحد. رقم اتنين، انا تاني بحافظ على كرامة المواطن المصري بكل السبل، بكل ما اوتينا من قوة نقدر نحافظ عليه في جميع الاتجاهات. فالحكومة الالكترونية بتوفر ده لكل البر في دول العالم اللي هي بشوية المتقدمة بشكل كبير يعني، ولكن ماشي على النمط ده. بعض الدول العالم اللي حوالينا بتعمل والدول العربية كمان، يعني الدول العربية متقدمين، والقيادة في الموضوع ده بره مصريين. ده ممكن الانتخابات والخبرات مصري، او ممكن الانتخابات بعد كده تبقى الكترونايز، يعني مش شرط تروح اللجنه بتاعتك، ممكن تبقى عن طريق الكمبيوتر. صح الكلام. ونضمن نزاهه كمان. هايل. ونقضي زي ما قلت لك على الرشاوي والمحسوبيه اللي موجوده في البلد. طبعا. هايل. ده هيل. موضوع هيل. مهم جدا يعني. تمام. موضوع مهم. الموضوع برضو اللي ما يقلش اهميه عن حضرتك قلته، انا النهارده عايز اروح انتخب. كويس. تمام. ايه الخطوات اللي انا هعملها عشان اروح انتخب؟ وبالمناسبه الساده المشاهدين، يا ريت تنزلوا لنا يا جماعه ارقام التليفونات، لو حد من الساده المشاهدين حاب يستفسر اي حاجه. احنا الحلقه دي بتاعت الساده المشاهدين، بتاعتنا احنا، والمخرج عمال كل شويه الارقام موجوده على الهواء. اتفضل يا استاذ حازم. بص يا فندم، احنا كاشخاص نازلين على راس الحزب، او الحزب رشحنا ان احنا نقود الانتخابات، حماة الوطن. تمام. بنراهن على وعي الشعب المصري. تمام. قول فصل، قول واحد يعني. انا مش هنسمح للي ماسك التشريعات في البلد او المتحكم في سن القوانين تبقى مجموعه مش مسؤوله. طبعا. تبقى مجموعه للاسف العلم او المحصله العمليه بتاعتها قليله.
وده طبعا بيفرز عن نتيجة الانتخابات. يعني أنا النهاردة كراجل فردي من الشعب عادي جدا عاوز أنزل أدلي بصوتي، ما ينفعش أدلي بصوتي عشان واخد 100 جنيه أو 50 جنيه أو أيا كان. احنا قلنا أنت بتنتخب فكر دلوقتي وليس شخص. ده لازم يوصل للناس. الحق المرة اللي فاتت اتكلمنا في الوعي السياسي، احنا عايزين نتكلم كمان في الوعي الانتخابي. انت النهارده نازل تدي صوتك لشخص هيمثلك طبعا، شخص هيقول اللي انت مش قادر تقوله، هيوصل اللي انت عاوز توصله، هيكون مساهم بشكل اساسي في التشريع اللي هو في الاخر بيصب المفروض لصالح المواطن طبعا. فكلنا جميعا كل المجموعه احنا النهارده اعلنا على القائمه الاساسيه بتاعتنا في الفردي طبعا بندعم القائمه الوطنيه اكيد رقم واحد. اما العشره المرشحين او الحزب اقر بيهم ان هم ممثلين الحزب بتاعنا، اعلنا على صفحه الحزب ده على محافظه القاهره، على محافظه القاهره بالظبط كده. هم كلهم افاضل يعني ومختارين بعنايه شديده جدا 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 تمام، وكلهم نفس الفكر تمام. كل التشريعات او كل ما يخص مجلس الشيوخ ان شاء الله اذا وفقنا وصلنا لهذا المنصب هيكون كل خطواتنا بتصب لصالح المواطن المصري. تمام، من واضح ان الساده المشاهدين تحمسوا ومعانا تليفون. الو الو، السلام عليكم. صباح الخير يا استاذه هبه، ازيك اخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. لو سمحت انا ممكن اعمل مداخله مع المستشار حازم بعد اذنك. انت اوريدي عملت مداخله، انت كده على الهواء معانا مداخله. انا بس بقول له ربنا معاك وربنا يوفقك، احنا مستشارين بك خير ان شاء الله. وكنت عايزه بس اساله، انا دلوقتي لما ادخل اللجنه الانتخابيه انا هعلم على اسمه بس ولا اعلم على ايه، ولا يعني الخطوات تمشي ازاي؟ طيب ليك استفسار تاني يا استاذه هبه؟ احنا متشكرين جدا ومستبشرين في خير وان شاء الله يمثلنا في البرلمان باذن الله. ان شاء الله تعالى. اشكرك على سؤالك. شكرا يا استاذه هبه. سؤال مهم جدا. احنا عايزين ناخد الموضوع من اوله. انا النهارده اهو انا اسمي علاء الدين احمد علي. ممتاز. واخد بالك انت؟ كويس. وساكن في القاهره. ايه الخطوات اللي اعملها من النهارده عشان اروح انتخب يوم الثلاث اللي جاي؟ رقم واحد، انت النهارده تبدا معلش كراجل النهارده اي مواطن، واحد مسؤول تمام. مسؤول عن 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 دوله، عن بلد تمام. اي مواطن هو المسؤول الرئيسي عن الدوله تمام. بدونه مش هيبقى في انتخابات تمام. بدون المواطن وبدون الناس اللي موجوده في الشعب مش هيبقى في اصلا دوله طبعا. فبالتالي هو النهارده هيبدا يبحث على زي ما قلنا في البدايه خالص الكم الحلقات اللي عملناها عن فكر الراجل ده، اتجاهاته توجهاته تمام. احنا قدامنا لسه حوالي اربع ايام تقريبا. احنا طبعا انتخابات خارج مصر او في الخارج هتبقى ان شاء الله يوم الاحد يوم الاثنين، اما الانتخابات داخل القاهره او داخل الجمهوريه عموما هتبقى يوم الثلاث ويوم الاربع. خليني بما اننا ملتقي مع حضرتك وحضرتك يعني عملنا برنامج مع بعضنا اسمه حازم في البرلمان، اللي يحب يعرف فكر الاستاذ حازم فتحي مرعي هيخش على اليوتيوب ويكتب حازم في البرلمان هيعرف الاستاذ حازم بيفكر ازاي. تمام. يبقى دي الخطوه اللي انا خليني اقول انا خلاص عارف هنتخب مين. اول ال 98 مرشح اللي موجودين يخش يشوف ده في خلينا انا اصلا قاعد معاك انت انا خلينا انا بتكلم على الوجه العمومي يعني. رقم اثنين طبعا ما ينفعش. رقم اثنين احنا معانا مداخله تاني. لا بس لازم نجاوب على الاولانيه. لا احنا استاذ شوقي. الو ايوه استاذ شوقي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. استاذ علاء. يا فندم. يا استاذ شوقي ازيك؟ اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. والله اولا انا عامل دخل احب ابارك الاول للقياده السياسيه على التفاف جميع الاحزاب بما فيها احزاب المعارضه، اتحدوا وعملوا قائمه موحده. تمام. قبل ما اخش على الاستاذ حازم. انا بدعو جميع الشعب المصري انه ينزل زي ما التفت جميع الاحزاب في بوتقه واحده او في مكان واحد او في قائمه واحده. تمام. عايزين كمان الناس تنزل، الناس تنزل ليه؟ علشان انت سيادتك انا لو عندي مثلا 10 15 90 من الناس او صد من الناس نازل انتخابات وعنده 10 15 واحد نازلين اوريدي يدوه، سواء باشياء اخرى انت تمام. تعلم عنها جيدا وسيادتك مرشح يعلم عنها جيدا او بالمحبه. طيب الناس الثانيه لو نزلت هتدي الفرصه للناس المحترمين زي الاستاذ حازم وغيره وغيره كتير من المحترمين في القاهره، فاحنا عايزين امثال الاستاذ حازم اللي هو عنده فكر ورؤيه. يعني انا كنت متابعه في حلقه قبل كده على تقريبا قناه الحدث او حاجه زي كده يعني. لما حضرتك بتسالي بتقول لي عندك برنامج ايه؟ تمام. انا نفسي المرشح يتكلم بصراحه وبطلاقه زي الاستاذ حازم كده، قال لك مفيش برنامج. هو البرنامج ده مش للمرشح، للحكومه يا فندم. صح الكلام. فعجبني عجبني كلامه فعلا، عجبني كلامه منسق مرتب، مش عايز يدي وعود وهميه.
ومش عايز يدي او يكذب على الناس زي ما بتحصل في كل الانتخابات. فانا بقول يا استاذ حازم كلنا وراك، وان شاء الله زهراء المعادي والمعادي وثرى وحلوان والمرج كل الناس وراك فعلا، والناس بتحبك، وربنا يوفقك يا رب. و دي احلى دعوه يا استاذ شوقي. اصدق في كلامك زي ما انت بتتكلم على التلفزيون كده، انا عايزك تبقى في الواقع ان شاء الله نفس حازم فتحي اللي انا شفته في التلفزيون ان شاء الله. فعلا يبقى صوتك امانه، والاستاذ حازم بعد كده هيبقى شايل امانه اكبر ان هو ينفذ اللي قال عليه. شكرا يا استاذ شوقي، شكرا. نرجع تاني؟ اتفضل. خلاص نرجع للناخب اللي داخل اللجنه. طبعا خلاص هو لازم يحدد 10 مرشحين يعلم على صوته فيهم. تمام، انا حددت 10 خلاص. بالظبط. 9 صوتك باطل، 11 صوتك باطل. يعني اذا اول حاجه انت هتخش تعلم على 10 مرشحين. بالظبط. وتاني وتالت ومليون. كم مرشح في 10؟ 98. في 98 واحد في القاهره انت بتختار منهم 10. بيختار منهم 10. بنراهن تاني يا جماعه على وعي المواطن. توجيهات المواطن من بعض الجهات او بعض الاشخاص مش هيفيدك غير في اللحظه نفسها. طب اعرف ازاي اللجنه الانتخابيه بتاعتي ازاي؟ هتعرف اللجنه الانتخابيه ده طبعا من على الصفحه الرسميه للجنه الوطنيه اعتقد للانتخابات. او 115 او 115 115 يعني انت اول يعني خطوه هتعملها خلاص النهارده كل واحد في ايده تليفون هيجيب اللجنه الوطنيه للانتخابات، يحط رقم القومه، هيظهر هو انتخابات عاديه. الاربع اللي جاي والثلاث اربع جاي اجازه كمان. اجازه احنا عاملين الخدمه دي في المقر الانتخابي اللي عايزين يشرفونا في المعادي طبعا 9 شارع النادي الجديد. تمام. عند القمر الصناعي عاملين داتا كامله، عندنا الداتا كامله طبعا لكل الناخبين يعني. تمام. ممكن يشرفونا ونطلع لهم الخطه الاولانيه. انا خلاص اخترت القائمه، واخترت القائمه بناء على فكر كويس، واحنا يمكن الحمد لله رب العالمين احنا عندنا فكر. الناخب هيعرف اللجنه الانتخابيه بتاعته عن طريق 115 او اللجنه الوطنيه للانتخابات. بالظبط. في المعادي عندكم او في المقر عندي في المعادي. تمام. شرفني ونجيب له كل التفاصيل. دخلت عرفت اللجنه، لوحت يوم الثلاث بختار 10. لازم تختار 10 بس ده في القاهره بس عشان بس الناس برضو الجيزه الوضع مختلف شويه. الجيزه 8 احنا بنتكلم على القاهره. القاهره 10 دائره القاهره. اختار 10 لو اخترت 9 الصوت باطل 11 صوت باطل. 11 صوت باطل. هي تمام. ويا ريت ال 10 يا جماعه ال 10 دول هيبنوا الدوله. تمام. هيساهموا في تشريع قوانين تساعدك، فبالتالي وتساعدني وتساعد ابني وتساعد اخويا وتساعد، فبالتالي هي الموضوع مش مجرد زي ما قلنا حاجه لحظيه، حاجه وقتيه. لا طبعا. حتى كنا فتحنا موضوع المره اللي فاتت المال السياسي. المال السياسي انا افتكر بنسبه 100% مش هيبقى وجود. الدائره كبيره. لما خلاص ما احنا اتفقنا من ضمن مميزات ان انت وسعت الدائره. بالظبط. مال سياسي. انا هوجه منطقتي خلاص النهارده المنطقه الثانيه هتدور على الفكر. خليني هتدور على الراي. النهارده مرشح من ضمن المرشحين وليكن مثلا في عين شمس مثلا. كويس. الراجل بتاع حلوان ده هينتخبه ازاي؟ نعم مش هيقدر الا لو اشترى فكره. تمام. وخلي بالك وجود 10 برضه دي سلاح ذو حدين. اكيد. خلي بالك انت عشان تختار ال 10 انت محتاج تختار ال 10 برضه وتركز كويس قوي. برعايه طبعا، بعنايه. صوتك ابانه. تمام. لازم ننزل، لازم نشارك، بنبني مصر، بنبني الدوله، الاستحقاق الدستوري الاول ان شاء الله هيتم وهيتم بنجاح. وبعد كده في الاستحقاق التالي طبعا على مجلس النواب في خلال شهرين او حاجه، ولكن النهارده لازم نشارك كلنا وكلنا نبقى ايد واحده. تمام. هاي تحب تقول حاجه للساده المشاهدين او الناخبين في القاهره؟ القاهره ما كل ده كلامنا في القاهره وغير القاهره على فكره يعني. حتى تحب تقول حاجه للساده المشاهدين على مستوى الجمهوريه؟ احنا وعدناهم وطبعا شفنا الرؤيه او الاهداف بتاعتنا ان شاء الله هنحارب لاخر نقطه دم عندنا ان احنا نحقق ذاتنا، نحقق انجاز لبلدنا، نحقق انجاز لشعبنا وانجاز الشعب اللي هو النهارده لازم البني ادم او المواطن يكون مرتاح. تمام. يكون عايش عيشه كريمه، عيشه ما فيهاش اي اهانه حتى لو اهانه بسيطه. الفلاح الكادح ده لازم نلاقي له حل لانه هو طبعا اكتر فئه مظلومه. يمكن تستغرب انا في القاهره وبتكلم على الفلاح لان انا بشوف ده. واخد بالك؟ الشباب اللي هو لازم بعد ما يخلص دراسته لازم يلاقي فرصة عمل، لازم يلاقي سكن. موضوع الصحة اللي اتكلمنا عليها على وجه العموم، المعلم وأهميته في الدولة فلازم نهتم به من كل النواحي وكل الاتجاهات. هو أنت ناس في القاهرة هتنتخبك إنما لما تخص مجلس الشيوخ إن شاء الله أنت بتمثل مصر كلها. بتمثل. مش كده حضرتك اتكلمت على الفلاح واتكلمت على. يهمني قوي نبقى دولة منتجة ومصنعة، يهمني جدا. تمام. هاي أستاذ حازم. يعني أنا على المستوى الشخصي، هو المخرج معنا لسه بيقول لي فاضل دقيقة، معرفش الوقت معاك بيجري بسرعة، وزي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت أنا استفدت
يعني انك علاء واتمنى يكون المشاهدين استفادوا. لا ما هو خلي بالك معنى انا استفدت اعتقد كل اللي شاف البرنامج البرنامج بتاعنا وليس البرنامج الانتخابي عارف اهميه دوره واهميه الصوت اللي هيروح يضلي طبعا يوم الثلاثاء. هو مش مجرد صوت او مجرد حركه سياسيه او حركه انتخابيه او بنضيع وقت. يعني احنا مش بنضيع وقت او الدوله ما بتهزرش عشان كل التكاليف دي وفي الاخر للاسف يجي ناس غير زي ما قلنا غير مسؤوله او بالصدفه يبقى هم المسؤولين على التشريع. دي يجي ناس ما عندهاش فكر او بالظبط هو ده الاساس دلوقتي بالظبط يبقى هم المسؤولين عن دوله عن سياسه الدوله. لان النهارده انت المجلس هو مع احتكاك مباشر مع الرئيس ومجلس النواب تمام زي ما قلنا في البدايه خالص هم الغرفتين اللي بيتحكموا في التشريع والتنفيذها يعني تمام. القوانين وتنفيذها على ارض الواقع تمام. لما يبقى ده موجود وسياده القانون موجوده انا عارف حقي وحضرتك عارف حقك انا لا احيد عنه ولا الحكومه ولا الدوله هتحيد عنه طبعا تمام. انا عايز اشكرك على فكرك ربنا يبارك فيك وانا بفكر اعمل حاجه بس ما اعرفش المخرج هيساعدني فيها ولا لا. انا مفكر اقوم اسلم عليك هل ينفع اقوم اسلم على استاذ حازم واشكره واشكره على فكره شرف لي بجد والله شرف. خلي بالك انا من النوع الناس عارفه عني ان انا لما متحمس بيبان على ردود افعالي تمام فتسمح لي ان انا اهنئك على فكرك ده انا هتصور معاك كمان واقوم اسلم عليك. لا ده احنا هنطلع على الهواء دلوقتي وانا بسلم عليك ان شاء الله وده مش لشخصك ولكن لفكرك. شكرا جدا استاذ حازم انا اشكرك وربنا يوفقك ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى وان شاء الله نلتقي في برامج كتير قوي ان شاء الله تعالى تخدم بقى الشباب وهنعمل حلقات طبعا باذن الله سواء بعد الانتخابات قدر لينا النجاح وان شاء الله هننجح باذن الله لان احنا داخلين الموضوع بشكل مش تجربه احنا داخلين اولا عشان مصر تمام. عشان البلد عشان المواطن ونحقق ذاتنا لان كل واحد عنده طموح بيحب في الاخر انه يوصل له ان شاء الله. اشوفك على خير ان شاء الله. احنا ابتدينا الحلقه بتاعتنا كده فيديو حاجه توعيه طبعا عن وانا عشان برضو الفيديو عجبني استاذ المخرج ينهي بالفيديو ده برضو. استاذ حازم اشوفك على خير ان شاء الله يا فندم وكل انتخاباته حقيقي طيب وربنا يوفقك ان شاء الله تعالى وبالتاكيد هنلتقي في حاجات كتير قوي ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير والى اللقاء في برنامج اخر في برنامج اخر يمس المواطن وكل سنه وحضراتكم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.